على مستوى الكم الموجود لدينا من الفنادق الجيدة وفي قطاع الضيافة، هل هو كافي لاستيعاب التطور السياحي الموجود عندنا، ولا تشوف أنه ما زلنا نحتاج أكثر؟ شوف، انت قلت الفنادق الجيده، انا ما اقدر احكم كم نسبه الفنادق الجيده والفنادق التي تحتاج تطوير، لكن اليوم مثلا لو ناخذ وجهه سياحيه الرياض يوجد فيها تقريبا 40 الف غرفه فندقيه اليوم، المستهدف في 2030 نصل الى 120 الف غرفه فندقيه في الرياض، وكذلك 700 الف غرفه فندقيه في المملكه العربيه السعوديه كغرف جديده. القطاع قاعد ينمو سواء على مستوى الانشاءات، سواء على مستوى تطوير الموارد البشريه، وكذلك اليوم حتى في عمليه التنظيم اليوم وفق لنظام السياحة الجديد طلعت لائحة المرافق الضيافة السياحية الخاصة اللي موجودة، تشمل على أنواع جديدة لأول مرة يتم تشغيلها تجاريا في المملكة العربية السعودية، كلها لدعم وإثراء تجربة السائح والضيف اللي موجود عندنا. أعتقد أنه في الوجهات السياحية راح يتم اختلاف أو تنوع في خدمات الضيافة المقدمة. يعني اليوم نتكلم مثلا عن منطقة القصيم، فبيكون فيها خدمات تقدم مثل النزهة الريفية أو بيوت العطلات الشاليهات، وكذلك على حسب الوجهات السياحية اللي موجود اليوم عندنا. نعم، إذا استعدنا الأرقام تسمح لي، اليوم في 40 ألف غرفة فندقية في الرياض، المستهدف إلى 2030 120 ألف، وفي كل السعودية 700 ألف غرفة جديدة. أرقام مهمة جدا. طيب، وعلى فكرة أستاذي ترى 50% منها راح يقدم من المشاريع الكبرى القدية، أمال، البحر الأحمر، الدرعية. عظيم. طيب، هذه الأرقام بلا شك انها تحفز جانب الاستثمار في هذا المجال، كيف تشوفه اليوم؟ في اليوم استثمار صندوق الموارد البشريه، صندوق التنميه السياحيه قدم دعم تقريبا ب 6 مليار خلال السنه اللي راحت، اليوم في اتفاقيه توقعت تقريبا ب 60 مليار الى 2025 من علامات من يعني براندات عالميه حتى انها تستثمر في القطاع فقط الفندقي في المملكه مثل الماريوت والهيلتون والى اخره. يا سلام، جميل.